يعني ما كان يقوله الحبيب بلغة الجسد كان تعبيرا قاسيا كما لو انه يحاكم صمت مرحلة. ان تكون معتقلا في المكان ايضا ان تكون مقسيا في العاصمة كالابن والضوء. لقد أعدتموني إلى نفس الحيل الذي نشأت فيه، نفس الدرب كنت ألعب هنا في طفولتي. خذ راحتك. سوي كيشوف فيا زعما. إن الذاكرة الجريحة لا تكمن في السجن ولو أنه الأقصى. هناك جراح كثيرة في الجسد، في المكان. أن تكون معتقلا في المكان أيضا أن تكون مقسيا في العاصمة كالابن والضوء. لكني سعيد أنني أعود إلى الحي وأجده ببصمة أخرى يقطنه أو يوجد في بمعيتي ما قلت إنهم خيرة أصدقاء الذين رافقتهم في سنوات، ويحضرني وجه الراحل محمد الرحوي من خلال أول لقاء لنا حين فتحنا ملفات حقوق الإنسان وذاكرة الماضي في جريدة الصحيفة الأسبوعية في ندوة. استضفنا فيها الإخوان بنو هاشم، وكانت ندوة حقيقة مليئة بالألم، مليئة بالصديق، مليئة بالوجع. أتذكر يعني ما كان يقوله الحبيب بلغة الجسد كان تعبيرا قاسيا كما لو أنه يحاكم صمت مرحلة. وكان يردده أيضا بنظرني وباقي الإخوة. وفي ظل ذلك كان هناك المرح، كانت هناك إن الذاكرة حقيقة فيها الكثير من الوجع، لكن من حقنا أن نعرف ما حدث كاملا بدون نقصان من أجل حقيقتي. أعتقد أن الحقيقة والذاكرة وجهان أساسيان لبناء المستقبل، وهذا هو معنى.